منتخب مصر مباراة مهمة، مباراة صعبة أمام المنتخب الغاني. اتكلمنا وانتقدنا وقلنا السلبيات في المباراة السابقة، ولكن في النهاية مباراة وانتهت، خدت منها نقطة، ننظر لما هو قادم. ده المهم اسلام، ان احنا نستفاد من الدروس اللي يعني اذا كانت ايجابيه او سلبيه في مباراه موزمبيق، ولازم نحط في الاعتبار ان الدوافع مهمه جدا. يعني الدوافع ساعتها اسلام والاصرار والعزيمه والروح القتاليه العاليه بلغه الكوره ساعات بتتفوق على الجوانب الفنيه والجوانب التكتيكيه. الدوافع دي مين اللي يعملها دلوقتي؟ يعني انا النهارده طول الوقت بسمع ايه الاخبار، اللعيبه محمد صلاح يقعد مع اللعيبه، الشناوي بيقعد مع اللعيبه، اللي مجموعه الكبار بيقعدوا مع اللعيبه. المسؤوليه موجوده للكل، يعني زي ما بعد نهايه المباراه مستر فيتوريا دخل غرفه الملابس وقال للعيبه الجمل دي، كلنا مسؤولين صحيح على اللي حصل في مباراه موزمبيق، فيعني مش هنخرج حد او صحيح. مش هنبعد حد، ودي صحيح. كانت مصداقيه من الراجل للتيم بعد نهايه المباراه صحيح، وكانت مؤشر للعيبه ان احنا خلاص يعني الحمد لله رب العالمين ان المباراه راحت للنتيجه الايجابيه التعادل 2-2، ولو كنا خسرنا كانت هتبقى الامور اصعب بشكل صحيح. كبير. فالنهارده هنبدا صفحه جديده مع غانا، منتخب مصنف حصل على البطوله دي 5 مرات مظبوط، عنده لعيبه كمان على اعلى مستوى، في بعض اللعيبه محمد قندوسي ده يمكن مصاب وممكن يرجع في مباراه مصر، ولعب شويه في المباراه السابقه وخسرانين المباراه السابقه، فطبعا ما عندوش اي بديل الا ان هو يحقق نتيجه ايجابيه مع منتخب مصر، عشان اذا كان عايز يبقى موجود في المجموعه بالنسبه للترتيب الاول او الثاني او من احسن توالت. فطبعا المباراه هتبقى اصعب من مباراه موزمبيق يا كابتن اسلام، لان مصر عايزه 3 نقاط وعايزه تكسب المباراه، نفس الكلام بالنسبه لغانا عايزه 3 نقاط وعايزه تكسب المباراه. هنا طبعا مستر فيتوريا هيبدا طبعا يتابع بشكل كبير جدا، شاف المباراه اللي بين غانا والرأس الاخضر، لان هو كمان بيتابع كل المباريات اللي في المجموعه، اكيد لازم يحط عينيه على الايجابيات او اللعيبه المميزه في غانا من خلال التيم، من الحاجات السلبيات اللي وقعت فيها غانا بالنسبه لخط الظهر وعدم التمركز الجيد للرباعي خط الظهر. احنا كمان لازم نشتغل على ان احنا نكسب المباراه، عشان نشتغل على نكسب المباراه يبقى لازم اللعيبه كلها تعرف ان الدوافع اللي موجوده لازم نطلعها بشكل كبير جدا في المباراه دي، عشان نكسب صحيح. لازم هيحصل ضغط نفسي عصبي على اللعيبه بشكل كبير، الضغط النفسي العصبي كابتن اسلام مش عايزينه يحصل بنوع من التهور او نوع بعدم التركيز، لا احنا عايزينه يبقى بالايجابي بشكل كبير. هل مستر السؤال بقى اللي احنا بنساله فنيا، هل مستر فيتوريا هيحصل ان هو هيصمم على هذا التشكيل في مباراه أيوة. غانا؟ رايك ايه يا كابتن؟ انا 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 في رايي بصراحه يعني في بعض الاماكن يا كابتن اسلام محتاجين، معلش يا كابتن بالمناسبه واحنا بنتكلم منتخب مالي بيحرز هدفه الاول ضد منتخب جنوب افريقيا لتصبح نتيجه منتخب مالي 1 منتخب جنوب افريقيا 0، اتفضل يا كابتن. انا في رايي ان احنا مباراه غانا طبعا يعني واضح ان الجهاز الفني كابتن حازم امام طبعا مشرف على الكوره، مشرف على الكوره، مشرف على الفريق، على الفريق يعني كل الناس موجوده، ده كان قبل السفر ده كان قبل السفر، وطبعا من بدايه التدريبات اللي بعد مباراه موزمبيق كل الناس هتبقى موجوده عشان يعني ترفع من الروح المعنويه للفريق. بنتكلم على الاستراتيجيه كابتن اسلام، نعم مهمه قوي اللي مستر فيتوريا يبدا يشتغل عليها. الاستراتيجيه دي بتشمل التشكيل من بدايه المباراه، لازم اللعيبه اللي هتبدا المباراه تبقى اللعيبه اللي هي جاهزه فنيا وبدنيا وتكتيكيا وبتنفذ الكلام اللي هو بيقوله مستر فيتوريا. انا في رايي التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني في رأيي يعني لو هنتكلم على عمر كمال من بداية المباراة القادمة، ممكن مش عايزين نلعب برضك في الفرقة بشكل كبير، يعني مش عايزين التدوير والتغيير كابتن إسلام ياخد حيز أكبر من 3-4 لعيبة،